تحت عنوان لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن يكون، عقد في فندق شهباء حلب المؤتمر العام السنوي 45 لنقابة أطباء الأسنان في سوريا. يأتي المؤتمر السنوي العام ليقدم ما أنجزته النقابة المركزية بدورنا طبعا بعد رؤساء الفروع. النقابة المركزية تقدم منجزاتها خلال عام نقابي مضى، وتقدم خططها للعام القادم 2023. يشارك في المؤتمر العديد من أطباء سوريا والأطباء الدارسون بغية مناقشة واقع طب الأسنان من جهة، ومن جهة ثانية الاستفادة من الجلسات التي تعقد على هامش المؤتمر والتي تطرح آخر ما توصل له العلم في مجال علاج وعمليات الأسنان والمواد المستخدمة. طبعا في قرارات وتوصيات ومقترحات راح يتم مناقشتها بين جميع أعضاء المؤتمر من كافة فروع المحافظات السورية للخروج بقرارات تهم أطباء الأسنان من حيث الناحية العلمية والناحية المهنية. الحقيقة المؤتمرات النقابية كتير مهمة لطبيب الأسنان وللمواطن رقم 2، لأني نأخذ اقتراحات وتوصيات الفروع 14 بالمحافظات وبتنضم وتدرس في المؤتمر العام، وبنطلع بمقترحات وتوصيات تفيد أطباء الأسنان. المؤتمرات المركزية تعتبر محطة هامة في طرح الهموم والوصول إلى حلول ترتقي بواقع العمل والوقوف عند آخر ما توصل له العلم. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب.